في بعض الأحيان عندنا حاجة اسمها جلد الزيت، وإحنا بندور، عارف أنت، بندور على الورد ما نبصش لحماره وجماله، نبص للشوك اللي فيه. فيقول لك ملقاش في الورد عيب، قال ايه؟ ده احمر الخدين، ما فيهوش حاجه، ده الورد، ده ورد. فلما يجي محمد صلاح يبقى عندنا واحد بهذه النجوميه، ونقعد نتفاخر ونتباهى ونقول زيه زي ميسي وزيه زي كريستيانو وزيه زي امين وامبابي والنجوم الكبار دول اللي على مستوى العالم، اللي هم بيعتبروا تريد مارك، يعني دي ماركه مسجله في على مستوى العالم، منهم محمد صلاح. فناخد منه باستمرار الشهره والفخر والكلام اللطيف الجميل ده. لكن هل يجوز النهارده نخلي اتحاد الكوره يعمل بيان يفسر فيه ليه محمد صلاح عنده حراسه؟ طب ما هو كل نجوم العالم بتمشي بحراسه على فكره. انا هوريكم دلوقتي صور لكريستيانو رونالدو، اهو كريستيانو في الملعب اهو، وبصوا الحرس بتوعه عاملين ازاي قدامكم اهو. وهوريكم دلوقتي كمان ميسي عامل ازاي. اتفضل، ادي ليونيل ميسي والحراسه بقميص منتخب الارجنتين وبالحراسه بتاعته. ما ينفعش يبقى ده مسار الجدل. يعني ما ينفعش لما احمد فتحي ينقل الشاره لصلاح في مشهد راقي، فاحنا نقعد نقول شفت يا فتحي اخرتك بقت عامله ازاي، شفت يا فتحي عشان سبت الاهلي بقيت عامل ازاي، شفت يا فتحي عشان في الاهلي كان لك رصيد اعلامي قوي جدا وجماهيري، بس بص بقى لما سبته ورحت بيراميدز عملوا فيك ايه. والله لما يبقى محمد صلاح بنحافظ عليه، ما محمد صلاح ده هو بيزق البنت علشان ما تقربش من ليونيل ميسي. هل بقى طلع الاعلام الارجنتيني وطلع الجمهور الارجنتيني وطلع اللي زي حالتنا المذيعين والمعلقين والاعلاميين، ويا سلام يا محمد صلاح ما تعيش عيشه اهلك يا جدع. هو انت يعني بتيجي هنا وبتتمنظر؟ لا ما بيجيش اتمنظر ولا حاجه، ولا كنت حابب ان اتحاد الكره يعمل بيان اصلا في القصه دي، وهتكلم معانا عن البيان ده بعد شويه، يعني في الاخبار بعد شويه. لكن انت المفترض ان انت بتحمي اللعيب بتاعك. طب بتحميه من مين؟ ممكن يبقى في ناس موتورين، يعني هو في انجولا محمد صلاح ما في ناس نزلت من المدرج بتجري عايزه تلمس محمد صلاح وتتصور معاه، لانه بقى دلوقتي ملهم، بقى نجم كبير، بقى حد يعني زي ما بيقولوا كده السوبرمان على مستوى العالم. مش كده برضو؟ احنا عندنا هنا في ماتشات للمنتخب شفنا تجمع وقت ما كانت ازمه الكورونا فادحه لمحمد صلاح بعد المباراه. طب الراجل يعني يعمل ايه؟ طيب يعني الراجل ممكن يعمل ايه؟ يعني انت حط نفسك مكانه. ده في اخبار، انا بس هوريكم اخبار عن ميسي وعن كريستيانو دلوقتي وعناوين وبتاع في بعض المواقع. كريستيانو يصرخ بسبب احتياجه لحراسه مشدده. ده بيقول لك في روسيا، في كاس العالم في روسيا، كريستيانو رونالدو جاب بيقول لك مصارعين ثيران، عارف انت المصارع بتاع الطور ده اللي بيمسك البتاع الحمراء والطور يقعد، عارف انت القصه دي. كريستيانو جاب ناس كده علشان يحموه وهو في كاس العالم في روسيا. هل معنى كده ان كريستيانو متكبر مغرور؟ لكن في الاخر هو بني ادم المفترض يبقى مركز في شغله، ومش مفترض ان ده بيشد فيه وده بيعمل فيه. انا متذكر الرامي، اسمه رامي ايه الراجل بتاع محمد صلاح اللي هو الايجنت بتاعه، يعني اسمه رامي عباس. بصوا بقى كان خبر ايام كاس العالم حتى بيقول لك ايه، رامي عباس عمل تويتة وقال يا جماعة ما ينفعش يبقى محمد صلاح ناس بتخبط على اوضته الساعة 4 الفجر والساعة 2 الفجر والساعة 3 الصبح، الناس دي نفسها تشوف محمد صلاح، فبتصدق ان هي يبقى الاداريين غافلين عن المكان اللي هو فيه، فمتخيلين يروحوا 4 الصبح يجري يفتح محمد صلاح من النبي صورة كابتن وما اعرفش ايه. طبعا ده سلوك غلط، لكن في الاخر الناس معذورة، الناس بتشتغل على سجيتها، ماشي اوكي. لكن انا احمي النجم بتاعي ازاي؟ هي الطريقة دي. ممكن يكون التنفيذ شوية ظاهر قوي ممكن، بس انا وريتكم على مستوى العالم الدنيا ماشيه ازاي. فيا جماعه ارجوكم ان احنا يبقاش عندنا باستمرار جلد زيت، يبقاش قاعدين باستمرار طول الوقت شايفين الكوب النص الكوبايه الفاضي طول الوقت. يعني احنا قاعدين نفخر بمحمد صلاح، نفخر بمحمد صلاح. طب لما يجي محمد صلاح يبقى سوبر ستار ويتعامل معامله سوبر ستارز، اصل هو بيجي في طياره خاصه ماشي يا سلام، اصل هو مش عايز يقعد في اوضه، عايز يقعد في سويت، اصل هو بيجيب حرس، اصل هو ما هو عايش العيشه دي، هو في ليفربول عايش العيشه دي، هو بقى نجم كبير جدا. فعجبنيش اتحاد الكوره في البيان اللي اصدره النهارده، واللي عايز يعني ايه يقول ان مش صلاح اللي قال لنا،
انا هقرر لكم البيان بعد شويه ان مش صلاح هو اللي قال لنا في القصه دي، ودي طبعا حاجه المفترض ان احنا ناخد بالنا منها جدا ونبقى باستمرار تفكيرنا ايجابي، يعني باستمرار تفكيرنا ايجابي. مش محمد صلاح خد الشاره وانا كانت ناقصك يا صلاح، مش محمد صلاح معاه بودي جاردز عشان خاطر يحموه، هو يعني انت يعني مش بتعيش عيشه اهلك؟ وهو حلو ولطيف لما يبقى محمد صلاح موجود في ملعب والناس تنزل تخطفه او تشد له الفانيلا، او هو خارج الناس تتلم عليه لو حد زعلان او حد تعبان او حد حتى اعتدى عليه، ساعتها هيبقى حلو ومنظرنا هيبقى قدام الناس حلو، منظرنا في الدنيا هيبقى حلو، منظرنا قدام نادي حتى ليفربول هيبقى حلو. دي من الحاجات اللي احنا محتاجين باستمرار ناخد بالنا منها ونبقى مقدرين القيمه الحقيقيه لمحمد صلاح. بعيد بقى عن الامور الفنيه بقى، احنا كمان بنقعد نقول هو بيلعب في ليفربول غير هنا، اصل صلاح بتاع ليفربول غير صلاح هنا، ماشي يعني خلينا احنا في القصه دي مقبوله لانه في الاخر ده تحليل فني مقبول، لكن لما نيجي نتكلم كمان عن سلوك صلاح ونعلق على سلوك صلاح يعني ده كلام انا بشوفه باستمرار انه مش معقول.